وواساه في حال الضعف بالقصص، وأنزل إليه القصص ليشرح له بعض الأمور الغامضة. وكان يتمنى أن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم مكة المكرمة، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه لأجل ذلك. بعض الناس لا يعرف ماذا يتفوه حين يجد مصلحته مهددة، وبهذه الحادثة نزلت هذه الآيات. الدكتور أحمد رباح قريباً في حكاية آية.